عزيزي المشاهد، هذه الحلقة من برنامج حكايات وذكريات حلقة متميزة واستثنائية بكل المقاييس. فالضيف ليس مجرد شخص مرموق فوق العادة في أحد البلاد العربية، وإنما هو عميد كل العرب، عمدة كل العرب. الضيف هو الدكتور عصمت. بالباراشوت، بل وصل إليه بعد مشوار طويل بدأه في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط منذ ثلاثة أرباع القرن تقريبا، وبالتحديد في 22 مارس عام 1923. ثم حملته أمواج الدراسة الأكاديمية والعمل الدبلوماسي والسياسي إلى كل أنحاء الكرة الأرضية. لذلك فإنه ليس من باب البلاغة العربية أن نقول أن ضيفنا شاهد على العصر. دكتور عصمت، وحضرتك حضرت حدثين مهمين في الفترة دي. ده الكلام. وفوضى الطابة. فوضى الطابة طبعا مهمة قوي. وزلزال الخليج بتاع الكويت والعراق. بالظبط كده. بالظبط كده. وفوضى الطابة أنا طبعا حضرتها لأنه كان الإسرائيليين لما انسحبوا من سيناء رفضوا ينسحبوا من طابة. طابة دي حتة صغيرة. حتة صغيرة، كيلومتر مربع. كيلومتر مربع. قد ايه يعني ميدان التحرير كده؟ يعني طبعا بما لك حضرتك من خبره، يعني حته صغيره قد كده دي تستدعي كل هذه المفاوضات. بس بقى لها مغزى كان كبير قوي. ليها معنى بقى تاني كبير قوي. لانهم هم كانوا برضو مغتصبين عايزين يعني يقعدوا فيها، ما كانش ممكن ابدا لانه كان حقنا كان ثابت الحقيقه. فدخلنا في مفاوضات قعدت اربع سنين على كيلو ونص، على كيلو متر مربع، وخدنا الارض والحمد لله ونجحنا الحمد فيها. الحمد لله. وكان يعني يعني عوده طابه للارض المصريه كان حاجه تاريخيه برضو. دي يعني مرحله مهمه جدا. يعني ما فيش شك السيد الرئيس حسني مبارك كان له الفضل في هذا. عوده العلاقات العربيه الى وضعها الطبيعي برضو كان له الفضل في هذا. وعادة الجامعة العربية إلى القاهرة من تونس. يعني كل هذه أحداث برضو أنا يعني بقول شاءت الظروف إن أنا أتواجد فيها وأحضرها. كل حاجة اتحطت يعني قدرية. حضرتك قدري أساسا تؤمن؟ جدا جدا. لا وأنا إيماني بالله ده لا يعني لا يتزعزع ابدا في كل حاجه. هو قوه يعني مفيش شك بتيجي من دي، مفيش شك من ايمان حضرتك بالله. مفيش طبعا هو مفيش كلام يعني دي دي هي يعني ايمان وعقيده وكلام. وبعدين بيثبت في كل يوم وفي كل لحظه انه دي احسن ضمان للشخص وافضل ضمان مهما كان الشخص كبير صغير. مركزه كبير مركزه صغير مساله. دكتور عصمت، الانسان ليه حاجات خاصه بيه شخصيه جدا طبعا، يعني احنا بنحب نعرفها عن شخصيه حضرتك. اما بتخش في مفاوضات، في حديث، في حوار، في حاجه زي كده، في حاجه خاصه بتعملها قبل ما تخش على هذا المكان بجد؟ يعني اقول بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اشتغل في سر يعني، بس بكون انا مستعد اقوى الحقيقة. حاجه واقول لك حضرتك بصراحه يعني انت اصلك يعني فتحتي معايا حاجات شخصيه كتير قوي، وانا يمكن عمري ما اتكلمت بالوضوح ده وبالصراحه دي. انما هو الحقيقه يعني اذا كان مساله مفاوضات يعني انا تعودت ان انا اكون جاهز تماما ومستعد تماما، يعني ما اتركش حاجه كده للصدفه.
ما تتركش عليك حاجه للصدفه، كله محسوب، كله محسوب. ابقى عقلاني جدا حضرتك، وبشوف الطرف الثاني ده بيفكر ازاي ويشتغل ازاي واسلوبه ايه. زي ما انا متصور ان الطرف الثاني بيبقى شوف هو اللي قدامه ده ايه، مستعد. وهو انا عارف دي في الاسرائيليين كده. هم اكيد كانوا عارفين عني كل حاجه وانا بتفاوض معاهم، بيبقوا عارفين كل وانا قلت ان هم عارفين ان انا راجل متعب ساعات في المفاوضات معاهم، انما ولو انما من ناحيه التعامل معاهم انا بقول لازم الواحد يبقى عارف الطرف اللي امامه. وانا شفت يعني في المفاوضات، لما بتكلم عن مفاوضات مع ايام الجلاء عن قاعده قناه السويس، طيب ما احنا شفنا الانجليز بيتفاوضوا ازاي وخدنا حقوقنا طبعا بفضل القياده الواعيه الرشيده اللي كانت موجوده. وانا كنت يعني في بدايه عملي الدبلوماسي، انما كل دي بترد على سؤالك. حضرتك ممكن تذكر لنا ليه فشلنا في التوصل الى حل في مشكله الخليج؟ طبعا مشكله الخليج يعني كان فيها طبعا يعني كان فيها مواقف من الطرف العراقي طبعا. وقتها انا كنت في الخارجيه يعني كوزير خارجيه، وكنا بنحس يعني كده من حاسه السادسه ان في حاجه مش طبيعيه موجوده، بس ايه هي ما حدش عارف. والحقيقه يمكن من اكثر الجهود اللي بذلت لاحتواء الحرب قبل جهود الرئيس مبارك، لانه هو قام، وانا فاكر كويس جدا رحلته يوم 24 يوليو سنة 1990. 24 يوليو سنة 90. فأنا رافقته في الرحلة دي إلى العراق وإلى الكويت وإلى السعودية. كنا قمنا بالطيارة الصبح بدري هنا، وكان في لقاء هو بينه وبين الرئيس صدام حسين. ثم بعد ذلك إلى الكويت، ثم إلى السعودية. الملك فهد. في جدة. كان واضح انه يعني الرئيس حسني مبارك كان شايف الخطر جاي، يعني طبعا شايفين الخطر، بس ما تقدريش يعني انه يعني في يوم كذا هيحصل كذا. وبذلت محاولات الحقيقه يوميها لمفاوضات كويتيه عراقيه تمت فعلا في جده تحت رعايه الخادم الحرمين الشريفين، وكان من الجانب الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح اللي هو كان ولي عهد، ولي العهد. ايوه سعد. وكان من الجانب العراقي نائب رئيس جمهوريه العراق اسمه عزت ابراهيم. انما المفاوضات دي فشلت بعد يومين، لانه كان الجانب العراقي مستعد يعني ومصر. ومصر كان واضح جدا يعني. ف يعني للأسف هي مأساة بكل معنى الكلمة. وكان يعني ما حدث في يوم 2 أغسطس سنة 90 احنا ما زلنا إلى اليوم بنعاني منها. صحيح. والشعب العراقي بيعاني منها. كل العرب يعانوا منها. فطبعا الأمور دي تخيلي حضرتك لو كان مثلا ما حصلش الحصل الغزو العراقي للكويت، كان وضع العرب غير وضعه النهارده. طبعا بس اقوى كتير. عفوا يعني، ولو ان طبعا الكثير طبعا يعلم القضيه، هي كانت المشكله بين العراق والكويت على ايه بالتحديد؟ لا هو طبعا كان في مشكلتين لهم يعني انعكاس مباشر على العلاقات العراقيه الكويتيه. اولا مشكله اسعار البترول. مشكله اسعار البترول. كان العراق بيتهم الكويت والامارات بانهم بيغرقوا سوق البترول بالكميات اضافيه من البترول، وده مش فاذا ينخفض السعر. ده كلام. النقطه الثانيه انه كان في حقل بين الكويت وبين العراق اسمه حقل الرميله. حقل الرميله ده يعني في جزء منه في الأراضي الكويتية وجزء منه في الأراضي العراقية. فكانت العراق بتتهم الكويت بأنها بتسحب من المخزون البترولي اللي في أرضها.
ده كلامه. أيوة. فيمكن دول النقطتين اللي كانوا أو الموضوعين اللي كانوا فعلا فيهم يعني خلاف عراقي كويتي. الإخواننا الكويتيين قابلوا يخفضوا الإنتاج بتاعهم. قابلوا يخفضوا الإنتاج البترولي حتى إن السعر يتحسن شوية. وفعلا تم هذا الحقيقة قبل بدء العمليات العسكرية. كويس. بالنسبة لحقل الرميلة. ايوه. يعني وعدوا انهم هم مستعدين لقبول اي تفتيش دولي تحقيق. اذا بالتالي ما كانتش مفاجاه بالنسبه لنا الدبلوماسيه المصريه انه يحصل هذا الغزو على الكويت، او كنتوا حاسين بيه ولا كانت يعني مفاجاه؟ يعني انا ما اقدرش اقول انها يعني احنا ما كناش يمكن نصل الى درجه التوقع الاجتياح الكامل ده، لانه انا الخبر بلغني الساعة 4 الصبح نايم. سفير الكويت في القاهرة كان اسمه السفير عبد الرزاق الكندري ضرب لي تليفون صحاني من النوم. وكان الكلام ده فجر يوم الخميس هنا، خميس 2 أغسطس. وبيقول لي ده فيه اجتياح للأراضي الكويتية من القوات العراقية. طبعا كانت صدمة بالنسبة لنا، لانه احنا زي ما كنت بقول لحضرتك قبلها بيوم، قبلها باسبوع، الرئيس مبارك عمل الجهد بتاع الرحله دي والسفر، حاول يحتوي المساله وما قدرش، انما كان واضح فيه تصميم عراقي على الغزو. تدخلت قوات كثيره طبعا، مساعدين كده دخلوا بالنسبه مع الكويت. وتدخلت امريكا لصد هذا العدوان. ايه راي حضرتك يعني في الله؟ يشوف، هو طبعا كان لازم ضروره يعني. انا بقول انه كان في اولا موقف عربي، كان في موقف عربي واضح جدا ومن الجامعه العربيه بالذات، وانا ما كنتش في الجامعه العربيه. انا كنت وزير خارجيه مصر. ايوه. انما الحقيقه الجامعه العربيه اجتمعت صباح يوم الخميس 2 اغسطس في سيمرامييس، لانه حتى هذا المبنى ما كانش جاهز. يا خبر. فاجتمعنا في سيمرامييس بناء على طلب ممثل الكويت كان اسمه الدكتور عبد الرحمن العوضي لبحث موضوع العدوان العراقي على الكويت. الاجتماع ده استمر يوم 2 و3 اغسطس في مناقشات يعني حاميه، وصدر قرار من الجامعه العربيه بادانه الغزو العراقي، بادانه الغزو العراقي وانسحاب القوات العراقيه وعودة الشرعية إلى الكويت. ده كان قرار من جامعة الدول العربية اللي أنا سميته بقى الشرعية العربية. أيوه. بعدها بأسبوع كان دعا الرئيس مبارك إلى قمة عربية. اللي هي برضو كملت الشرعية العربية. إذا من ناحية يعني دور الجامعة العربية قامت بالموقف السياسي اللي مطلوب منها. في نفس الوقت الدول العربية ساندت هذا الموقف بالقوات اللي أرسلتها. يبقى إذا العملية كان فيها عملية دفاع عن دولة عربية وقع عليها عدوان من دولة عربية أخرى. أدي في نظري أنا التفسير القانوني والسياسي للمشكلة. وتدخل مجلس الأمن بعد كده. أمريكا. مجلس الأمن تدخل. مجلس الأمن طبعا بما فيه أمريكا وإنجلترا ودول الحلفاء ودول الحلفاء. وكلهم يعني كل ده الحقيقة دخل في إطار التحرك مش بس العربي بقى، ما هو العربي زي ما بقول لحضرتك كان في مجلس الجامعة العربية وقتها في الذي بدأ اجتماعه يوم 2 أغسطس. يعني صباح يوم العدوان اجتمعنا 9:30 في سيمرامييس. لأنه كان ده بناء على طلب ممثل الكويت. بعد استفحال النزاعات العربية تعالت أصوات بتشكك في استمرار الجامعة العربية. ايه راي حضرتك؟ لا، انا رايي ان هو الجامعه العربيه الحقيقه هي الهويه العربيه، هي الشعوب العربيه، وليست هي يعني مجرد المنظمه او الهيكل. لا، الجامعه العربيه دي في داخل كل واحد فينا انتماء عربي. مهما كان، لو كان في المحيط او من الخليج، لما كلنا عرب، كلنا بنؤمن بحضاره وتقاليد وتاريخ واحد، نعتز بانتمائنا للأمة العربية. أيوة، الخلافات العربية موجودة، وفي محاولات لتهميش دور الجامعة العربية.
أيوة طبعا، هو كل ده الذين لا يتمنوا الخير للأمة العربية. إنما أنا شخصيا بعتقد وسعيد أنه في يعني دول ورؤساء دول كتير بتؤيد وتدعم الجامعة العربية، ورأسها الرئيس حسني مبارك في كل مساعدة في كل تدخلاته، أن ده بيت العرب اللي بنلجأ إليه. أيوة نختلف، ممكن نختلف في داخل البيت جوانا، ياما بيوت فيها خلافات كتير فيعني احنا، بس انا عايز اكد اولا نؤمن بانفسنا، وارجع تاني لكل كلامي اللي كنت بقوله لحضرتك في اي مرحله من مراحل الامور اللي مرت عليا. وانا ما بقولش كده لان انا امين عام الجامعه النهارده، لا لا، احنا عندنا قضايا عربيه، قضايا نحن اصحاب حق، وبعدين احنا عندنا امكانيات عربيه كبيره. والله انا ما الومش الا نفسي اذا ما كنتش عارف استعمل امكانياتي، مش كده ولا ايه؟ بالظبط كده. يعني لو كنت انا عندي امكانيات وانا ما بستعملهاش، يبقى ما انتظرش ان التاني اللي قدامي ده اللي هو مش عايزني يساعدني في استعمالها. فاذا هنا الحقيقه يعني انا عايز اقول دايما في المسائل دي ننظر في داخلنا ونحلل. ولذلك لما قلت المصالحه، حضرتك سمعت ان انا اتكلمت عن المصالحه. المصالحه طبعا. مش كده؟ طبعا. انما قلت مع المصالحه ايه؟ قلت المصارحه. حلو قوي، المصارحه. المصارحه يعني احنا ما نضحكش على بعض. أيوة. يعني احنا اذا كان هناك شخص اخطا نقول له انت اخطات وتصلح الخطا، والا لا يمكن ابدا ان الامور تعود طبيعيه. صح. لانه المثل بيقول ممكن اضحك على واحد بعض الوقت واضحك على الثاني بعض الوقت، انما ما اقدرش اضحك على كل الناس كل الوقت. كل الوقت صح. مش ممكن. مش ممكن. فإذا هنا لما بنتكلم أنا عن الأمة العربية، الأمة العربية في نظري بخير، أيوة، بالرغم من كل الأحداث اللي احنا فيها النهاردة. والأمة العربية مرت باختبارات كثير جدا، غزو وهجوم واحتلال إسرائيلي ما زال في بعض الأقطار العربية. كانت النتيجة إيه؟ طب ما أنا لسه بتكلم مع حضرتك، الإسرائيليين أوقعوا بينا هزيمة 67، مش كده؟ أيوه. في أكتوبر حصل إيه؟ 73. انتصار. انتصار. يعني كل دي امور تخلينا يعني احنا ننظر الى انفسنا. ايوه. مساله ده مش مساله كلام، لا ده واقع. بس عشان انا اوصل لتحقيق الواقع ده عايز جهد وشغل واعداد وتفكير. تكلميني على عقلانيه، عايز عقلانيه طبعا مش انفعال. بطل العروبه رسم حروفها خطوط عريضه فوق الطريق، مرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. بطل العروبة رسم حروفها خطوط عريضة فوق الطريق، اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. طب ما قول حضرتك في انه البعض بيقول انه اسرائيل تريد الانضمام للجامعة العربية؟ والله أنا بعتبر هذه نكتة يعني حضرتك رافض ولا؟ لا مش كلام مستبعد. مش أصل الموضوع لا يمكن أن يطرح. ليه؟ لأنه فين إسرائيل؟ ليه؟ إحنا بنتكلم عن دول عربية. والله إذا إسرائيل تحولت إلى دولة عربية مش مانع. يعني تتحول دولة عربية إزاي؟ إذا اتجهت للسلام وعمل السلام. في تعاون شيء، وفي زي ما حضرتك بتقولي الانضمام للجامعة العربية لا. لا. ويعني إذا انضمت إسرائيل للجامعة العربية مش عايز أنا أكون أمين عام الجامعة العربية. خبر. أقول لك إيه بس، إنما هي مش هيحصل ده. إنما هو طبعًا النهاردة أيوه في سلام مع إسرائيل، إحنا زي ما بقول لسه كنا بنقول نرحب بالسلام. طبعًا. وتعيش على قدم المساواة. ولازم الاسرائيليين يفهموا ان هو اذا تعاونوا مع العرب بيتعاونوا دون ما سيطره او هيمنه اسرائيليه، لانه لن نقبل اي سيطره او هيمنه اسرائيليه. مش كده؟ صح. انما والله نتعاون على قدم المساواه، ارضنا ناخدها، القدس يعود، الانسحاب يتم، اسرائيل تعيش في المنطقه دي زي ما هي بتتعايش. الله، طب ما هو كان في سلام بين مصر واسرائيل. أو ما زال موجود سلام بين مصر وإسرائيل. مش كده؟ إنما يعني هل كان معقول
انه يتم سلام بين مصر واسرائيل واسرائيل مثلا تستمر في احتلال الارض العربيه ارض مصريه مش ممكن. النهارده في سلام بين اسرائيل والاردن، طب وماله؟ كويس. في بدايه سلام بين اسرائيل وفلسطين ماشي. النهارده في مفاوضات متعثره بين اسرائيل وسوريا واسرائيل ولبنان. احنا نتمنى ان المفاوضات دي تنجح. حضرتك بقى جبت في سيره لبنان، يعني ما سمعناش راي حضرتك ماذا يجري في لبنان مؤخرا؟ والله اللي جرى ده مأساة، وجرت اسرائيل ارتكبت يعني اعتداء بشع. بس يقال ان بدات المشكله من حزب معين في لبنان. انا ما اعتقدش استفزاز، لا هم اللي كانوا عايزين يستفزوا، عايزين يعني يستعرضوا عضلاتهم عشان الانتخابات. عشان الانتخابات؟ عشان الانتخابات. ده ما وراء ما وراء كواليس. لا يعني هو النهارده اسرائيل ما هي دخلت عملت عمليات عسكريه وارتكبت مذبحه قانا. كسبت ايه من العمليه؟ ولا حاجه. انا كنت في لبنان وزرت بيروت وشفت المكان بتاع الدرس. لا يعني رحت زرت بالمناسبه دي بيروت، رحت يوم الصبح ورجعت بالليل. ويعني انا ما شفتش ترابط شعب لبناني زي ما هو بطوائفه كلها زي ما شفت الدور في الفتره دي. طبعا. لانه اختبر الشعب ووقف وقفه رائعه جدا. رفض العدوان. ويوميها شفت القوافل اللي متجهه الى الجنوب، اللي هو كان مضروب باسر بعربيات بعفشهم ولا ابدا في اي خوف. الله، ادي الشعوب اهي، دي شعوب بتتحدث تتكلم. فالنهارده لما تيجي عمليه زي العمليه الاسرائيليه دي فشلت. وقلتها في اكثر من مناسبه يعني، بكررها النهارده. ولان ما هوش دي الوسيله اللي يتحقق بيه السلام ابدا. وانا بقول ده من موقع ان انا راجل اشتغلت في عمليه المفاوضات يعني. اصعب مره او اصعب فتره مرت بحضرتك وانت في هذا المنصب او يعني في المكان ده هنا في الجامعه في الخمس سنين اللي فاتوا يعني؟ والله شوفي، هو طبعا ما زالت في رايي ازمه الخليج بتاثر في الوضع العربي اللي احنا فيه، بتؤثر فينا يعني. انما ما حصلش يعني لدرجه الانفعال او العصبيه او الشده اللي ساعات متصور. لا في وضع مش طبيعي. المصالحه العربيه مستحيله؟ لا ابدا، بالعكس ممكن، بدليل ان احنا بنتكلم عليها النهارده. انا قدمت اقتراح بالمصالحه العربيه في مارس 93، يعني من كام سنه، من اكتر من 3 سنين مش كده، وبنتكلم عليها النهارده، لان دي هي في رايي في ضمير كل عربي وعربيه. صح، عايز كده، عايز الوضع ده مش طبيعي الوضع ده. بس في شروط لها بقى. وده اللي انا بقوله بقى. ادي في ظل هذه الهموم العربيه التي يحملها الامين العام على كاهله، والمسيرة الدبلوماسية والسياسية التي أخذته إلى بلاد الله الواسعة، والمهام السياسية والوزارية التي تولتها حضرتك، كيف تكون حياتك الخاصة؟ أنا رجل رب أسرة ورجل أعتز ببيتي وبزوجتي وبأولادي ولهم عندي يعني وضع مقدس زي بأسرتي. وقت في وقت لهم وقت. انا شايف ان حضرتك مش ممكن يكون عندك وقت. لا برضه، لا لهم اولويه ولهم يعني برضه يعني مكانه ويعني بطبعي هو ده يعني بأميل الى هذا فعلا يعني. ده ما يمنحش ان في ارتباطات اجتماعيه وعلاقات وديه وكل شيء. انما الاسره لها عندي يعني اعتبار مقدس. بروح اسكندريه دايما في الويك اند لاخواتي هناك، البنات عايشين، بحب ازورهم واشوفهم. هل لديك وقت للهوايات او في هوايات في حياه حضرتك؟ يعني انا مثلا يمكن المشي، انا كنت زمان العب تنس اكتر والعب سكواش والكلام ده، بس سكواش كمان. بس دلوقتي يمكن المشي كده على قد كويس. لا كويس. حضرتك تمشي باستمرار يوميا؟ بحاول وبحب اقرا كتير الحقيقه يعني. ويمكن دي الهوايه الرئيسيه عندي. حضرتك قارئ لنوع معين ولا تقرا في الادب وتقرا في كل شيء؟ في حاجات كتير قوي، يمكن اكتر حاجه بقرا فيها القانون والسياسه. طب لو سالنا حضرتك اخر كتاب قراته تقول لنا كتاب ايه؟ انا قريت كتاب عن الرئيس دجول، لان انا معجب بشخصيه الرئيس دجول. كتاب يعني كان فيه كثير من نواحي اللي انا عرفت الرئيس دجول
يعني عظمة، حبيت اقرا عنه. فطبعا وبعدين عندي كتاب عن من وزير خارجيه امريكا السابق جيمس بيكر، اهداه لي ولانه كان في جزء عن المفاوضات وعن السلام، فحضرتك بتقراه لانه في جزء يعني شاركت فيها معاه في الفتره دي وذكرها هو في كتابه. يعني هي دي يمكن قراءاتي وهواياتي اكثر من اي حاجه تانية. مين من الكتاب حضرتك بتحبي تقرا له؟ العرب او المصريين؟ يعني انا الحقيقه بقى اتابع من يعني انا اول ما بدات كنت بقرا لمصطفى لطفي المنفلوطي. المنفلوطي كان يعني قوي في العربي بقى، يعني كنت احب يعني كتبه، وعباس محمود العقاد يعني العبقريات، دكتور هيكل الله يرحمه، محمد كتاب محمد ده كان له، يعني عبد الرحمن الرفعي المؤرخ العظيم، يعني جزء ده كان هو ده يمكن في صدر شبابي كنت انا مهتم قوي بيه. حضرتك تميل للشعر؟ لا يعني عادي، مش بالذات يعني، ما تحبوش لا يعني. لا يعني مش محبوش يعني، بس يعني لما تيجي تقولي لي الشوقيات، قريت الشوقيات لانه ده حاجه عظمه بقى. واحد يقرا احمد شوقي والشوقيات حافظ ابراهيم وكل الناس العظام دول. حضرتك عندك وقت تتفرج على السينما؟ طبعا التلفزيون. المسرح، التلفزيون. التلفزيون طبعا وده يمكن برضو من الحاجات اللي بحب اشوفها في وقت وجودي في البيت. دلوقتي بقى ايه المسائل، مش ملاحقين في عصر القنوات الفضائيه الكتيره. حضرتك تنصح القنوات الفضائيه دي بايه علشان تكون رساله وما يكونش حاجات عشوائيه او بنقدم شيء للتسليه؟ والله شوفي، هو طبعا يمكن انا اختياري في بعض الحاجات بتبقى مرتبطه بالشخص نفسه، هو بيميل لايه. ما احنا بنشوف عشان نعرف حضرتك يعني انا بميل للحاجات الوثائقيه التاريخيه، التسجيليات يعني ده جزء رئيسي. طبعا الجزء الاخباري ده مهم قوي. طبعا وفي تغطيه ممتازه في القنوات الفضائيه، القناه الفضائيه المصريه فيها حاجات كويسه جدا. طبعا القنوات الاخرى يعني الاي ار تي، الام بي سي، الاوربت، يعني كل ده عندي فبشوفه. فطبعا النهارده اصبح في الانسان زي ما بيقول مش ملاحق على انه يشوف ايه ولا ايه ولا كل إيه. حاجه بقت عنده بيشوف كل حاجه. دي عظمه دي. حضرتك بتشوف السينما، تحب الافلام؟ والله بشوف، بس هو طبعا يمكن الذهاب للسينما بقالي يمكن سنين، يمكن بس يعني ايه 10 12 سنه ما روحت السينما. ده كتير، ده انا بسمع الحكايه دي من ناس كتير دلوقتي. يعني انما هي اصلها بتجيلك لغايه البيت. ما انا بقول يعني خلاص بقى، وخاصه يعني القنوات كله متخصصه للسينما دلوقتي، في افلام 24 ساعه. ده طبعا التلفزيون ثروه ما فيش شك. حضرتك بتميل للافلام القديمه ولا الحديثه؟ يعني احنا بنحب بقى ان نشوف عقليه رجل سياسه وعنده المهام دي، لما يقعد يتفرج على فيلم يشوف فيلم ايه؟ لا هو الحاجات اللي هي يعني خفيفه كده، الحاجات الظريفه، الحاجات اللي هي فيها ناحيه يعني مش ضروري تفكير مثيره او يعني انفعاليه. يعني الافلام القديمه اللي فيها عبد السلام النابلسي وزينات صدقي والحاجات دي، ولا حضرتك تحب مثلا افلام اللي زي لا انام، رد قلبي، في بيتنا رجل، الحاجات اللي يعني في مثلا حاجات نجيب الريحاني مثلا، حاجات زي دي. دي بتبقى في شك انها ظريفه جدا ومسليه والواحد يعني يبقى قاعد ريلاكسنج كده، ما بفكرش حضرتك يعني من هواة الموسيقى وبتحب تستمع اليها؟ فعلا الموسيقى العربية. الموسيقى العربية، الموسيقى يعني بالظبط، كمان الكلاسيك، الحاجات المعروفة. احب الباليه، احب اتفرج على الباليه. يعني من ناحية الاوبرا انا يمكن اتعلمت الاوبرا دي وانا في البعثة في فرنسا. يعني اول مرة شفت في حياتي اوبرا عايدة كان في باريس. وكان ده بالنسبة لي اكتشاف يعني. طبعا نسمع صحيح عن اوبرا عايدة وفيردي والكلام ده، انما لما رحت باريس وقعدت فيها، انا قعدت 4 سنين وانا طالب،
حبيت الـ يعني هذا النوع من الفن. في اوبرا بتبقى صعبه علينا فهمها ومتابعتها. انما يمكن مدخلنا كان للاوبرا هي عايده. اوبرا عايده. لو قلت لحضرتك مسافر وخد معاك شريط، تحط ايه في الشريط اللي انت هتاخده معاك؟ يعني مثلا كل القمم اللي عندنا، انا عندي في العربيه تسجيلات ام كلثوم، مسافر مصر اسكندريه. تحب صوت عبد الوهاب؟ وعبد الوهاب كمان القديم ولا الحليم ولا الاخير؟ كل دول القديم ولا بتحب عبد الوهاب الاخير؟ الكل القديم والجديد. وعبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ. والسيده ام كلثوم. وام كلثوم دول حقيقي يعني. دي الحاجه اللي ممكن يعني انا في العربيه احط الشريط بتاع ام كلثوم. دول المطربين تبقى دي يعني ايه طول السكه وانا رايح اسكندريه نسمع الكلام ده. حضرتك بتحب البحر طبعا. قوي. تحب البحر؟ اكتر مكان تحب تشوف البحر فيه فين؟ والله يبقى انا بقعد غير اسكندريه مسقط راس حضرتك. مفيش غير اسكندريه. بنروح يعني بنروح مثلا القريه الدبلوماسيه هناك. عندها شاليه هناك ومنظره على البحر حلو. الحته اللي هي في الساحل الشمالي دي. الساحل جميل. من اجمل يعني حتت جميله. وهو البحر مريح النظر اليه. عايزه ارد لحضرتك سريع دون تفكير يعني. هقول لحضرتك كلمه وتقول لي بتديك احساس بايه؟ الامومه. عظمه. الابوه. برضو عظمه. عظمه. البحر. مريح. الشمس. يعني تدفينا مشرقة يعني. المطر. المطر ده خير. هو هو ما اتضايقش منه أنا. أحب الألوان. اللون الأخضر. الشتاء. يعني أفضل أنا الربيع أو الصيف يعني عن الشتاء. أحب الطيور. يعني العصافير مثلا. تحب الحيوانات؟ يعني مثلا ما عنديش هوايه ان انا يبقى عندي كلب والكلام ده. طب نقول الحصان. جميل. يمثل يعني الاصاله والعظمه والفروسيه. هي حاجات بسيطه ولكنها بتدل على ولا. شخصيه حضرتك. انت كشفت شخصيتك. انا كشفت شخصيه حضرتك دلوقتي. وانا سعيده جدا بس اخذنا وقت حضرتك كتير قوي قوي. ولكن سعداء بهذا اللقاء. واعتقد ان كل الجماهير اللي شايفيننا دلوقتي سعداء بهذا اللقاء. ان شاء الله ما كناش زهقناهم. بس لا بالعكس، ده احنا سعداء واثرت لنا الحلقه الجميله دي ومعلومات، وعرفنا جانب انساني جميل جدا في شخصيه حضرتك يمكن كان مختفي عن كثيرين.